السلام عليكم. نخصص هذه الحصة للحديث على مادة أساسية بالنسبة للطلبة الذين يلجون شعبة السمع البصري وهي تاريخ السينما، علما بأن السينما هي مصدر كل التقنيات والفنون السمعية البصرية التي ظهرت فيما بعد. المدة الإجمالية ديال هذه المادة هي 120 ساعة، وهي مفرقة ومجزأة ما بين السنة الأولى والسنة الثانية. وهناك برنامج خاص يهم السنة الأولى، كما هناك برنامج خاص يهم السنة الثانية، وهو ما سنتحدث عليه الآن. بالنسبة للسنة الأولى، لابد ما يكون هذا الطالب عنده إلمام بكيف نشأت السينما وكيف تطورت. ضروري يعرف بأن السينما ليست بفن قديم، بل هو فن حديث 100 سنة تقريبا بالنسبة للفنون الأخرى كالرسم مثلا والنحت وغير ذلك. لكن هو السينما حافلة بعدة عناصر أساسية تجمع ما بين الفنون الأخرى، وهو ولهذا الغرض تسمى بالفن السريع. نبدأ مثلا بمصدر العرض، والعرض تم في الصين، وهو البلد الذي عرف إشكال العرض ابتداء من خيال الظل، أي ما يسمى بالفرنسية ليزومر شينواز، علما بأن الخيال الظل يسمح بالعرض، وهو أصبح فيما بعد شكل من الأشكال لخلق واحد الفرجة مثلا بالنسبة للأطفال وكذلك في السيرك وغير ذلك. وهناك شكل آخر يتجلى في آلة تسمى لا لونتيرن ماجيك، وهي الآلة التي ابتكرها ليوناردو فانجي كرسم قبل أن تصبح آلة مجسدة فيما بعد، وهي أول آلة تسمح بعرض الصور. فيما بعد قام باحث وعالم بلجيكي اسمه جوزيف بلاطو، وهذا جوزيف بلاطو قام بابتكار أول آلة تسمح بالحركة. première fois on va assister au mouvement. مع الأسف مع المدة ونظر الاشتغالات الكثيرة التي كان يقوم بها هذا العالم فقد البصر، وهو ما تلاحظه مثلا في هذه الصورة. هذه هي أول آلة ابتكرها جوزيف بلاطو وتسمى الفيناكستيسكوب، وهي آلة تسمح بالعرض كما تسمح بمشاهدة ومعاينة الحركة. فيما بعد قام فرنسي اسمه إيمين ريو بخلق أو بإبداع آلة أخرى تسمى البراكسينوسكوب. هذا هو البراكسينوسكوب، ويسمح كذلك بالعرض كما يسمح بالحركة، معاينة الحركة، وهي آلة صنعت في فرنسا، وما هي إلا تطور لما قام به مثلا جوزيف بلاطو فيما بعد. يرجع الفضل لإيميل رينو لقيام بأول عروض توجهها إلى الجمهور على طريقة الرسوم المتحركة. فيما بعد قام طبيب اسمه إيميل رينو جيل إتيان ماري، وهو فرنسي، طبيب فرنسي، قام بإبداع أول كاميرا، وظهرت أول كاميرا على شكل بندقية، بل هي تطور للبندقية، عوض التقاط أو القنص فهناك التقاط الصورة، ولهذا الغرض سمي المصورون الأوائل بليشاسور ديماج، أي أنهم يبحثون عن الصورة لالتقاطها. هذه الآلات ابتكرت قبل أن يأتي الأخوين لوميير، والأخوين لوميير ابتداء من 1895 قاموا بابتكار آلة تسمى السينماتوغراف، وكانت هذه الآلة متطورة جدا بالمقارنة مع ما ابتكر من قبل، وهي آلة امتدت على الأقل اشتغل بها المهنيون على الأقل لمدة 90 أو 95 سنة. هذه آلة السينماتوغراف،
التي ستنتشر في العالم والتي ستسمح بالعرض في ظروف جيدة. فيما بعد أتى بعض المخرجون والمبدعون قاموا بتطوير هذه الآلة وقاموا كذلك بإنجاز الأفلام الأولى من ضمنهم جورج ملياس. هذا جورج ملياس وهو فرنسي كان يدير مسرحا وفي نفس الوقت كان يهتم بالسينما. حضر لأول عرض بمدينة باريس سنة 1895 على طريقة ومن طرف ليمير، تأثر بهذه الآلة وحاول أن يستغلها أكثر بشكل أكبر، وكان هو أول من ابتكر ما يسمى بالتريكاش أو الخدع السينمائية. هو كذلك أول من أخرج فيلما روائي سنة 1901 وكان عنوانه لفواياج دولاري، وهو شريط كذلك أول شريط من صنف الخيال العلمي. فيما بعد أو في نفس الفترة مثلا كان الأمريكيون يشتغلون بطريقة أو بشكل خاص أو على الخصوص توماس إديسون اللي هو المبتكر العالم الفيزيائي المعروف، اشتغل كذلك في ميدان السينما يرجع للفضل في إنجاز أول أفلام الأمريكية عن ليس باستغلال السينماتوغراف بل باستغلال آلة أخرى تسمح بالعرض، أولا بالتقاط الصورة الكينيتوسكوب الذي يسمح في المبادئ بالعرض، غير أن هذا العرض لم يكن جماعيا بل كان يسمح لفرد واحد أن يشاهد الأفلام بهذه الطريقة التي تشاهد. الآلة اسمها الكينيتوسكوب. وفيما بعد ابتداء من العشر سنوات الأولى من القرن الماضي ابتدأ أو شرع المخرجون والمنتجون في إنتاج الأفلام بكثرة في منطقة تسمى هوليود التي بدأت تستقبل تصوير الأفلام ابتداء من 1914. وكان أول مخرج قام بتصوير هذه أفلامه بهذه المنطقة هو سيسيل بي ديميل الذين تشاهدون على الصورة، هو متواجد في اليسار الصورة، وإلى جانبه السلطان محمد الخامس الذي قام بزيارة إلى هوليود سنة 1955، وكما تلاحظون في الصورة تواجد الممثل شارلتون هيستون وبجانبه أنتوني كوين. في نفس الفترة قام شارلي شابلين بزيارة إلى المغرب وأتى عن طريق طنجة وصولا إلى مدينة مراكش التي كان واستقبله بها الباشا التامي القلاوي، كان ذلك سنة 55. ونظرا لأهمية هذا المخرج في بلورة السينما الصامتة في بلورة السينما المضحكة تم استقباله بحفاوة بهذه المدينة. وفي نفس الفترة أو بالبرنامج يتضمن كذلك الحديث عن السينمات الوطنية، من ضمنها سينما كانت رائدة منذ الأربعينيات وهي السينما المصرية التي كانت تعتبر رابع دولة في إنتاج الأفلام بعد الولايات المتحدة وفرنسا والهند. ولا بد من الحديث أو من لا بد من تخصيص حصص للتعريف بالسينما المصرية، كما أنه المغرب بلد إفريقي ولا بد أن نطلع على السينما الإفريقية من خلال بعض النماذج. فالطالب الذي يلج هذه الشعبة لا بد أن يتعرف على السينمات العالمية من ضمنها السينما المصرية وكذلك السينما الإفريقية. وقبل ذلك وبعد ذلك لا بد الاهتمام بالسينما المغربية، وهذا القسم الثاني من البرنامج والذي نشرع في تدريسه ابتداء من الدورة الثانية. المغرب يعرف طفرة سينمائية مهمة ولا بد من الحديث عنها والإحاطة بجميع مكونات السينما المغربية، وذلك يتم عبر الحديث عن مراحل مختلفة بدءا ببزوغ السينما المغربية وكيف اهتم بعض المخرجين من ضمنهم محمد عصفور الاهتمام بهذا الميدان وإنجاز أول الأفلام المغربية. ظهر ذلك سنة 1941 عن طريق أفلام مثل ابن الغابة،
كان ذلك من إنجاز محمد عصفور. هناك فيما بعد عرض أفلام أخرى أنجزها فرنسيون مثل إبراهيم الذي تقمص الدور فيه حسن الصقل الذين يشاهدونها على الصورة. بدأت تتطور هذه السينما، وسنة 1968 سيظهر أول شريط أنجز من طرف المركز السينمائي المغربي وهو الحياة كفاح، وقام ببطولته المغني عبد الوهاب التكالي الذين تشاهدونها على الصورة. ومنذ ذلك الحين تطورت السينما المغربية وصولا إلى رازيا الذي أنتج منذ سنتين، وأصبح للمغرب ما على الأقل 300 أو 350 شريط سينمائي مطول، وهو عدد لا بأس به. لا بد من المتدرب أن يكون له اطلاع على هذه أو جزء من هذه الأفلام. ننتقل مثلا إلى السنة الثانية ونتحدث عن البرنامج الذي ينقلونه إلى طلبة السنة الثانية. فهذا البرنامج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يتضمن التعرف على الاتجاهات العالمية وكيف وهي خصوصيات تاريخ وخصوصيات هذه الاتجاهات، بدءا بالسينما الألمانية أو ما يسمى بالسينما التعبيرية. ونعرف بأن السينما التعبيرية ما هي إلا امتداد للتعبيرية التي كانت ميزت بعض أو شكل من أشكال الفنون التشكيلية أو الرسم، كما هذا الجانب نتحدث عليه أو نتحدث عنه في مادة أخرى اسمها تاريخ الفنون. إذن نعطي نماذج حول هذا السينما التعبيرية، بعض الأفلام وكذلك بعض الرواد الذين اختاروا هذا الصنف من الأفلام. نتحدث كذلك عن السينما الواقعية بإيطاليا وكيف ظهرت هذه السينما في ابتداء من 1942، أي خلال الحرب العالمية الثانية. ما هي خصوصيتها وما هي الأفلام التي تميز هذا الصنف، وما هم المخرجون الذين أعطوا أو أبدعوا في هذا الصنف من الأفلام. كما أن فرنسا أبدعت وأنجبت نوعا آخر اسمه نوفيل فاغ. لا بد من مشاهدة بعض الأفلام لمخرجين لهم دراية ببعض التقنيات الخاصة والتي ظهرت في تلك الفترة ابتداء من نهاية الخمسينيات. كما أن السينما أمريكا اللاتينية من البرازيل والأرجنتين وغيرهم ظهرت بهذه البلدان نوع جديد يسمى بالسينما الجديدة، وهو السينما النوفو الذي كانت له خصوصية كذلك. لا بد من هذا الطالب أن يكون على اطلاع بهذه الخصوصيات، لا بد أن يكون له اطلاع كذلك ببعض النماذج من مخرجين وأفلام. كما أن السينما السود بالولايات المتحدة لم تظهر من العدم، بل هناك صراع طويل ما بين الأوليود وبعض المبدعين الأفارقة، حتى أصبح الآن لهم وجود على الساحة السينمائية الأمريكية على مستوى الأفلام كما على مستوى المخرجين والممثلين كذلك. أي أنه نعطي لمحة عن تاريخ سينما السود بالولايات المتحدة. وأما السينما أصبحت كذلك فن، وأصبحت تسمى الفن السابع. فهناك بعض المنظرين أبدعوا واجتهدوا في هذا الميدان لكي تصبح السينما نوع من الفنون. ظهر ذلك في العشرينيات، وكانت تلك الموجة التي ظهرت مغير السينما التجارية تسمى بسينما الطالعة أو لافانغارد. كما أن الجزء الثاني المخصص لبرنامج السنة الثانية يتضمن كذلك أنواع الأفلام، وهو ما يسمى بالجونر الفيلم أو الجونر سينماتوغرافيك. فالسينما تختلف حول الأشكال والأنواع، بدءا بالسينما البوليسية وهي السينما التي أصبحت الآن تحتل أكبر جزء من الإنتاج على الصعيد العالمي نظرا للإقبال التي تحظى به هذا النوع من الأفلام. نحدث الطالب كذلك على السينما التاريخية وكيف أن هذه مميزات السينما التاريخية، وهو السينما التاريخية صاحبة تطور السينما منذ البداية. نوع آخر وهو الصنف يظهر ويختفي ويسمى البيبلون،
ظهر في إيطاليا، انتقل إلى أمريكا، ثم عاد إلى إيطاليا. وفي ابتداء من الخمسينيات وخلال الستينيات كانت حضور قوي لهذا النوع من الأفلام الذي اهتم أساسا بالتاريخ اليوناني وتاريخ إيطاليا. هناك صنف آخر ظهر سنة 1903 بالولايات المتحدة، وهو نوع يهتم أساسا بالتاريخ الأمريكي أو تاريخ الولايات المتحدة، ويسمى الويسترن، أي سينما الغرب. هذا الصنف كان يحتل الصدارة في الولايات المتحدة، بحيث أوليود كانت تنتج أكثر من 200 شريط سينمائي ينتمي إلى هذا الصنف. ونظرا لتراجعه من طرف الجمهور، أن لم يعد يحظى بإقبال مهم، لم تصبح أوليود تنتج إلا 5 إلى 10 أفلام في السنة من هذا الصنف. وهو الصنف كذلك الذي انتقل إلى إيطاليا في الستينيات. نعرف كذلك بأن السينما الكوميدية وهو صنف من الأصناف التي ظهرت منذ السنوات 10 من تاريخ السينما بفرنسا والولايات المتحدة، وهو صنف له جمهوره، بحيث أن الأفلام الكوميدية تستقطب الجمهور وتحظى بإعجابه، ومن جميع الدول تنتج هذا النوع من الأفلام من ضمنها المغرب. كما أن السينما الموسيقية أو سينما الفيلم الموسيقي له بعض حدود، كانت له حدود منذ الأربعينيات، وجميع الدول اهتمت بهذا الصنف. المغرب حين أنتج أول شريط سينمائي سنة 68 كان من صنف الموسيقي، وهو ما يفسر حضور عبد الوهاب الدكري في أول شريط سينمائي. مصر كذلك أنتجت الكثير من هذا الصنف من أفلام تنتمي لهذا الصنف. وهناك دولة لا تنتج إلا هذا النوع من الأفلام، وهو السينما الهندية. السينما الهندية تنتج ما يزيد على 1000 فيلم، وكلها حافلة بالموسيقى وبالرقص. كما أن الأفلام المغامرات لها كذلك حدود، ونحن نعرف بأنها أفلام تتطلب إمكانيات مهمة، لا بد من مشاهدة أصناف أو صنف من هذا النوع. وهناك مثلا المغرب الذي يستقطب الكثير من الأفلام، أكثر من 40 فيلم، وأغلبها تنتمي إلى صنف المغامرات. كما أن السينما الدرامية نجدها في جميع سينمات العالم. هناك بعض الدول مثل السينما الهندية والسينما المصرية التي تخصص جزء كبير من إنتاجها لسينما الدراما. كما أن ظهر في السبعينيات نوع آخر اسمه السينما أو الأفلام التي تنتمي هذا الصنف، هي أفلام الظواهر، خاصة الظواهر الطبيعية. وهذا الصنف الذي ظهر بقوة في السبعينيات لا زالت أوليود وبعض السينمات الأخرى تنتجه ليجد إقبالا مهما لدى الجمهور، لأنه يجد إقبالا لدى الجمهور. كذلك هناك سينما الخيال العلمي. فالخيال العلمي هو أفلام تجد كذلك صدى واسع لدى الجمهور، ويتم إنجازها خاصة بالولايات المتحدة نظرا للإمكانيات التي يتطلبها هذا النوع من الأفلام. وهناك صنف أخير وهو صنف الهلع والخوف، بحيث أن جزءا من الإنتاجات الأمريكية خاصة تنتج أفلام الهلع. نكون قد أعطينا هنا واحد لمحة حول المواد الأساسية أو البرنامج العام الذي تتضمنه مادة تاريخ السينما. وشكرا.